أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة السائل عين خاقة من الطائف، يقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح أن يجيب على سؤالي. وهو يقول: هو أنني أسكن مع أهلي في القرية، وهذه القرية فيها مسجد صغير لا أذهب للصلاة فيه، لأنني أكره الذين يؤدون الصلاة فيه، لأن هؤلاء الناس أصحاب مشاكل، وإذا خرجوا من الصلاة وقفوا عند باب المسجد يبدأون في غيبة هذا وقيل وقال، فهل علي إثم في تركي للصلاة معهم؟ نعم، أنت تارك لواجب عظيم، عليك أن تصلي معهم، يجب عليك أن تصلي معهم. إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، فلا تجلس في مجالس الغيبة والنميمة، وعليك أن تعظهم وتذكرهم لعلهم يتركونها، ولكن الصلاة الجماعة لا تترك، عليك أن تصلي معهم، وإذا لم يمتثلوا ويقبلوا النصيحة لا تجلس معهم، صلي معهم وانصرف عنهم. نعم.